قبل أسابيع عدة سلمت سلطات الاحتلال الإسرائيلي قرابة 17 إخطارا بعملية هدم لمنازل ومنشآت تجارية في بلدة الرام التي تقع في شمال مدينة القدس المحتلة. هذه عملية الهدم لبناية سكنية ضخمة يعني تبلغ مساحتها 3500 متر مربع وهي تعود لأنيس النتشة هذا الشاب الفلسطيني. البناء مكون من أكثر من 4 طوابق وهو مطل بشكل واضح على حاجز قلندي العسكري الإسرائيلي الذي يفصل منطقة شمال وسط الضفة الغربية عن مدينة القدس المحتلة. بكل الأحوال نحن نتحدث عن عمليات هدم جرت في أو ما بعد 7 أكتوبر منذ بداية العام على وجه التحديد. وصل عدد المنشآت التي هدمتها سلطات الاحتلال 566 منشأة من بينها 213 منزلا تم هدمها. جرافات الاحتلال تواصل عملية الهدم وقد يكون هناك أيضا في الضفة الغربية مزيد من عمليات الهدم التي ستطال عدد من المنازل الفلسطينية حتى في المناطق المصنفة مناطق باء ضمن تصنيفات اتفاق أوسلو أي التي تخضع للسيطرة الفلسطينية الإدارية ولكن أمنيا تخضع للسيطرة الإسرائيلية. بكل الأحوال هناك تحذيرات تطلقها جهات رسمية من أن المشروع الإسرائيلي الذي يعني يمتد في الأراضي الفلسطينية في منطقة الضفة الغربية وفي المناطق المحاذية من مدينة القدس يهدف إلى تفريغ السكان الفلسطينيين وربما تحقيق تفوق جغرافي وديمغرافي في المنطقة. من بلدة الرام ضياء حشية، الغد، القدس المحتلة.